ارحب بكم مشاهدينا في حلقتنا هذه من برنامجكم سبعه أيام، والبدايه مع مجلس النواب العراقي الذي صوت في جلسه الثلاثاء الماضي على 21 ماده من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظة والأغذية. ويبدو أن أكثر ما أثار الاستياء والغضب هو تمرير الفقره المتعلقة باحتساب عدد المقاعد الخاصة بقانون مجالس المحافظات، أو ما تسمى باسم فقرة القاسم الانتخابي، والتي يجمع كل من اعترض عليها على انها ستمنح حيتان السياسه مساحه او فرصه كبيره للبقاء في الساحه وابعاد الاسماك الصغيره منها للاستفراد بالسلطه والهيمنه على مقاليد الامور في البلاد. في جلسه الخميس تمسك اغلب نواب الكتل الكبيره بالفقره ورفضوا مقترح اعاده التصويت عليها الذي تقدمت به الكتل الصغيره والتي انسحبت من الجلسه لتترك قانون الانتخابات او باقي فقراته معلقا في هواء الخلافات دون تمريره بالكامل. اللجنه ان خلافات سياسيه تهدد تمرير مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضيه رغم تصويت مجلس النواب اليوم على 21 ماده فيه بضمنها الماده الثانيه عشر والمتعلقه بتوزيع المقاعد واحتسابها وسط اعتراض وانتقاد العديد من الكتل اليوم مارست الكتل الكبيره في مجلس النواب العراقي دكتاتوريتها وتسلطها بخصوص التصويت على الماده التي تبين بان توزيع المقاعد يكون وفق قانون سانت ليغو 1.9 وهذه الماده هي استئثار بالسلطه من قبل الكتل الكبيره ان التصويت على نظام سانت ليغو 1.9 اغلق الابواب امام التغيير والاصلاح السياسي وأحكم قبضة القوى السياسية النافذة على الواقع السياسي لأمد غير معلوم نجمع التواقيع ونعمل حراك داخل قبة البرلمان لإلغاء هذه الفقرة نرجع إلى النص الحكومي اللي هو واحد وأربعة وإذا لم نستطع على أقل التقادير واحد بوينت خمسة انسحابات لكتل نيابية صغيرة شهدتها جلسة مجلس النواب اليوم الخميس حالت دون استكمال التصويت على مشروع قانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي اثر اعتراض أغلب نواب التحالف الوطني واتحاد القوى والقائمة الوطنية والأحزاب الكردستانية عدا الديمقراطي على طلب إعادة التصويت على الفقرة الثانية عشر من مشروع القانون حول القاسم الانتخابي وطريقة احتساب الأصوات. الكتل الصغيرة تتجه إلى أن يكون التصويت على 1.4 أما الكتل الكبيرة ما يقولون بأنه حصل التصويت على 1.9 وهذا النظام الانتخابي وأنا في اعتقادي من الصعوبة جدا من قبل هيئة الرئاسة الوصول إلى تفاهمات حول هذا الموضوع هي كتل كبيرة بدون أدنى شك يعني بالأكمل هي تحالف الوطني وتحالف الكردستاني وتحالف وتحادل القوة أيضا ولكن بعض الأشخاص أو بعض الأعضاء البرلمان لعدم قناعتهم بهذا الموضوع أيضا كانوا قد انضموا إلينا وانسحبوا من الجنة مشاهدينا لنرحب بضيف حلقتنا لهذا الاسبوع والذي ينضم الينا من العاصمه الاردنيه عمان الكاتب والاكاديمي الدكتور حميد عبد الله لم بك دكتور حميد وشكرا لحضورك معنا في هذه الحلقه من برنامج سبعه ايام لنبدا من الخلاف على فقره احتساب الاصوات المختلف على نسبتها اصحاب النسبه 1.9 يريدون البقاء واصحاب مقترح 1.4 صغار عاجزون همهم المشاركه في السلطه اللعبه اذا هي خلاف على السلطة قبل أن تكون خلافا على لعبة ديمقراطية هدف التمثيل الحقيقي للشعب هل تتفق مع هذا الطرح؟ حياك الله أخي أستاذ ناصر وشكرا للاستضافة أولا المشكلة ليس في نظام سانت ليغو نظام سانت ليغو ابتكر عام 1910 وجد أصلا لتصحيح عيوب النظام الانتخابي لخلق موازنة بين الأصوات الانتخابية والمقاعد التي يحصل عليها المنتخبون وطبق عام 1952 في النرويج والسويد المشكلة في العراق أن هناك خطوط دفاع خلقتها القوى الكبيرة لتبقى متمترسة في في أماكنها وفي مواقعها وفي مناصبها. <applause> خلقوا بيئة انتخابية طائفية منذ عام 2005 <applause> أول انتخابات للجمعية الوطنية 2005 البيئة الانتخابية التي خلقت في ذلك الوقت بيئة انتخابية. <applause> تكرست هذه البيئة في انتخابات 2006 <applause> وكانت وكان البرلمان العراقي في في 2006 الذي أنتج حكومة المالك الأولى وسيلة إيضاح للقوى الطائفية التي توزع عليها البرلمان. عام الف انتخابات 2010 اللي فازوا اللي حصلوا على 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 اصوات انتخابيه حقيقيه تؤهلهم للفوز الحقيقي بمعيار الاصوات هم 17 نائب فقط. من من مجموع النواب اللي هم في ذلك الوقت 275 اعتقد هم 17 نائب فقط. 17 يعني اذا كان العتبه الانتخابيه التي التي تؤهل النائب للفوز 30,000 صوت مه. فالذين حصلوا على 30,000 صوت عام عام 2010 هم 17 فقط. مه. هناك نواب اصبحوا نواب باصوات لم يت... لم تتجاوز 400 صوت. مه. بانتخابات 2014 احدهم حصل على 6,000 صوت وما صار نائب. مه. وواحد حصل على 1,000 صوت وصار نائب. صح. احدهم يراد له ان يكون نائب بالقوه راح رشح على دهوك مه. وهو من العماره او من الناصريه وحصل وحصل على 200 صوت وصار نائب صار نائب مه. وفق هذه المعادله الانتخابيه الجديده المرشح عن الكتله الصغيره اذا جاب 2000 صوت ما يفوز بس المرشح عن الكتله الكبيره اذا جاب 200 صوت يفوز. مفوز. اللي يدفعهم لهذا لهذا التمسك بهذا القانون الجديد لهذا التعديل ان انهم تيقنوا ان مزاج الشارع قد تغير الان المزاج مو مع الطائفيه الناخب العراقي اكتوى بالعامل الطائفي اكتوى بالقوى الطائفيه اكتوى بالمحاصصه الطائفيه التي نعم. آه سارت بالعراق أو ذهبت بالعراق إلى متاهات مهم. لا رجعة من وراءها لذلك هم الآن آه استخدموا خط الدفاع الثاني التلاعب بقانون الانتخاب الدم يعني فلسفة الديمقراطية فلسفة الانتخابات مهم. هو إيجاد معيار للفوز بمعيار الأصوات مهم. هو معيار الفوز مهم. أما الآلية اليه اليه احتساب الاصوات نعم. هاي هم اللعبه بيها لعبوا في اليه في اليه احتساب الاصوات لكي يتمكنوا من الحفاظ على مواقعهم ولذلك انا اعتقد اعاده التصويت غير ممكنه واعتقد هذا القانون الذي شرع لمجالس الانتخابات سيمرر الى انتخابات المجلس الانتخابات التشريعيه وانتاج برلمان ايضا قائم على المحاصصه الطائفيه طيب. هذا هو الذي يلوح هذا الذي يلوح في الافق الان. نعم دكتور حميد لناخذ القضيه من 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 جانب اخر يعني نقراها من من, من زاويه اخرى. يعني لما تصر الاحزاب الصغيره دائما يعني آآ آآ على المشاركه؟ يعني في الديمقراطيات المعروفه في العالم يعني هناك حزب حزبين ثلاثه يتنافسون وهم احزاب يعني يبقون كبار وبالتالي يعني عندما يفوز احدهم ويأخذ السلطه تستطيع حينئذ ان تحاسبه. اليوم في ظل يعني مشاركة الأحزاب الصغيرة وأحزاب الكبيرة بتقاسم السلطة يعني شفنا لدورتين سابقة لا لا لا, 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 تستطيع أن تحاسب أحدا لأن الكل متورط في ربما ملفات الفساد في السلطة لا هو أخي العزيز أستاذ ناصر هو الآن لو الكتل الكبيرة بقت ممسكة بالبرلمان <applause> معنى ذلك انك لا تستطيع ان تحاسب وزير فاسد تحميه كتله كبيره فاسده مه. كيف تستطيع ان تحاسب وزير فاسد نعم. حتى لو تراكمت ملفات الفساد مه. حتى لو ازكم فساده انوف الناس مه. لا تستطيع ان تحاسبه يعني الان ماكو وزراء تحميهم كتل فاسده وهم فاسدون ولا يستطيع البرلمان اقالتهم موجودين الان نعم. فاذا كانت القوى الصغيره قد تنحت جانبا مه. واذا كانت الاصوات الحقيقيه التي تناهض الفساد أخرجت خارج البرلمان، من يحاسب مم. الوزير الفاسد؟ مم. معنى ذلك أن الفساد سيتكرس ومعنى ذلك أن الوز... إن... إن, الفاس... أن الفاسدين مم. سيتمادون في فسادهم طيب. وهذا الذي سيحدث هذا هذا الذي سيحدث نعم. الآن هناك وزراء ي... تحاول لجنة النزاهة استجوابهم وما تقدر تستجوب لأن لأن كتلهم ما تسمح نعم وهم وهذه الكتل تعلم أن هؤلاء الوزراء فاسدون مم. وهذا الأمر سيتكرر وفق هذا التعديل سينتج الانتخابات ستنتج يعني قوه برلمانيه نعم. كتل برلمانيه كبيره قادره على ان تحمي الـ 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 الوزراء التنفيذيين من اي محاسبه هم الان م. يذهبون باتجاه نعم. نفس الوجوه طيب. نفس الوجوه ستكون هي الحاكمه هي هي الممسكه بالقرار آه. هي الممسكه بشؤون بامور العراق هذا الذي سيحدث نعم دكتور حميد يعني بهذا المعنى انت تقول وانا يعني ربما اكرر تعليقا كتبه احد الساخرين في مواقع التواصل الاجتماعي قال في هذه الانتخابات وفق نظام سانت ليغو او هذه يعني صوت الانتخابي او هذه النسبه 1.9 يعني تروح تنتخب غاندي يطلع مره ثانيه النائب عباس البياتي <applause> يعني نحن امام معضله حقيقيه اليوم لا نعرف, صحيح 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 نعرف كيف لا نعرف كيف يعني كيف نحرر يعني اللعبه الديمقراطيه من هذا القيد ما هي الاليات اليوم يعني قضائيا وطنيا سياسيا ترجم, ترجم لا انا اعتقد لا حل الا بالشارع العراقي اذا فعل الشارع العراقي يعني القوى المدنيه الان اثبتت انها غير قادره على زحزحه هذه الحيتان لكن اعتقد ان السيد مقتدى الصدر اذا استطاع ان يحشد هذه هذه الجماهير العريضه وهو قادر ويتحالف مع القوى المدنيه تحالف بمشتركات محدده خلينا من خلينا من منهج مقتدى منهج اسلامي ديني ومنهج القوى المدنيه منهج مدني خلينا من هذا الخلاف خلي يشتركون مشترك واحد هو إجبار البرلمان على تصويت على قانون انتخابي يتيح للقوى الصغيرة وللقوى المدنية أن تأخذ حقها وفرصتها في الانتخابات <applause> إذا استطاع إذا استطع... يعني يعني مقتدى الصدر سيد مقتدى الصدر اللي خلى جماعته يقتحمون البرلمان قبل <applause> سنة أو أكثر ما ليس يعني أليس بإمكانه الآن أن يضغط على البرلمان لعدم تمرير مثل هذا القانون بإمكانه لكن ب ب ب وفق استراتيجيه محدده وواضحه مم. تستمر حتى النهايه مو قضيه مزاجيه نعم. اليوم ما اعتصم باكر افضل الاعتصام اليوم الظاهر باكر اتوقف نعم اليوم ادخل عميل. المنطقه الخضراء واهتف داخل المنطقه الخضراء ويصدر ويصدر اعاز يصدر نعم. نعم. اعاز بالخروج من المنطقه الخضراء ليس هذا هو الحل اذا نعم. يردون, نعم. يردون يعني احتجاجات ثابته واعتصامات مستمره يضطر البرلمان ان نعم. ان يغير من 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 اتجاهي في تمرير هذه الماده. طيب دكتور حميد هي المشكله انه ربما ايضا حتى اعضاء يعني نعم. نواب نواب السيد مقتدى الصدر وكتلة الاحرار ان كانت يعني لا زالت تحت مسمى او يافطه التيار الصدري هم ايضا يبدو انهم يعني صوتوا او يقال انهم يعني اعترضوا على فقط النسبة اليوم يريدون النسبة من 1.9 إلى 1.4 وهي ما يسمح للأحزاب الصغيرة بالدخول على أي حال ربما سنناقش في الجزء المقبل سأذهب إلى فاصل قصير نناقش بعد المواطنة لافتة بيد حيتان دولة المكونات المنقسمين انتظرونا عد الناشطون ومحللون مطالبات الفرقاء السياسيين بضروره الذهاب الى دوله المواطنه بانها جاءت استجابه لضغوط الشارع وان السياسيين في الواقع لا يستطيعون التخلي عن المحاصصه الطائفيه والحزبيه. اصوات اخرى رات ان هذه المطالبات لا تزيد عن كونها مناوره سياسيه من اجل الحصول على مغانم انتخابيه. مغادرة دولة المكونات والذهاب إلى دولة المواطنة مطالبات أعلن عنها الفرقاء السياسيون في أكثر من محفل خلال الآونة الأخيرة، سيما بعد تحرير المدن من سطوة تنظيم داعش، أما تطبيقها على أرض الواقع فكانت لها قراءة متباينة لمراقبين وناشطين من الأقليات الدينية، فالبعض وجد أن هذه المطالب جاءت بعد ضغط الشارع، غير أن تحقيقها ما زال صعب المنع. لعدم قدرة السياسيين أنفسهم على مغادرة المحاصصة الطائفية والحزبية. أعتقد هذه عملية ليست سهلة في ظل استقطاب اللي موجود السياسي على السلطة وأيضا العقلية اللي موجودة عند هؤلاء السياسيين الحاكمين اليوم. أنا أعتقد أبدا لا يمكن الاعتماد أنهم يقدرون فعلا يحققون هذا التغيير، لأن هم فكرهم عقليتهم معبأة معبأة بعملية الاستحواذ على السلطة فيما عد ناشطون آخرون في حقوق الإنسان الاتجاه نحو دولة المواطنة بمناورة سياسية جديدة لحصد مكاسب انتخابية حديث عن دولة المواطنة لا شك الموضوع له علاقة بقضية الانتخابات تجربة سقوط الموصل وما بعدها ما أثرت بعقلية السياسيين بالهروب نحو دولة المواطنة أو على الابتعاد عن الحزبية ولادة تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم وتأسيس البيت العراقي بريادة محمود المشهداني كخط معارض على ما يبدو لحركة المشروع العربي لخميس الخنجر مع انبثاق حزب الحق الوطني للقيادي أحمد لمساري هذه الكتل الجديدة هل ستتمكن من استقطاب الشرع العراقي خلال الانتخابات المقبلة وتغيير بوصلته سؤال أجاب عليه نواب من كتل متنفذة رأى بعضهم أن الانقسامات في الأحزاب الإسلامية حالة صحية فيما لو تحالفت مع قوى أخرى وشكلت كتلا عابرة للطائفية فيما وجد آخرون أن قانون الأحزاب الجديد أعطى دافعا للمزيد من الفوضى والتشضي بدلا من الزخم والنشاط السياسي ما سيؤثر سلبا على قرار الناخب من حيث الاختيار صحي سياسيا لأنه من غير المنطق أن يكون هناك تحالف القوى في كتلة واحدة وممثل للسنة والتحالف الوطني في جهة وممثل للشيعة والتحالف الكردستاني في جهة وممثل الأكراد بمعنى أنه أنت لازلت مقسم البلاد على أساس طائفي وعلى أساس قومي هذا التشظي ممكن ان يخلق لك يعني اندماجات مستقبليه او تفاهمات مستقبليه. الان عندنا 280 حزب مسجلين وننتظر هم يسجلون. هذا هو الفوضى بعينه، الفوضى الحزبيه والسياسيه. دكتور حميد، هل تصدق من يرفع شعار دولة المواطنة اليوم في العراق؟ وتحديدا يعني من قبل الكبار المتنفذين في المشهد السياسي العراقي. ولماذا؟ لا أخي العزيز العزف على وتر الكائن والمكون أصبح نشاز الدولة العراقية بنيت على دولة الوطن والمواطن المواطنة والمواطن إجوا الجماعة غيروها سووها دولة الكائن والمكون فالآن الشيعي المواطن الشيعي تيقن أن قضية المظلومية كذب قضية المظلومية خدعة أراد منها السياسيون أن يصعد براس المواطن الشيعي المظلوم ويداف حتى باسم الدفاع عنه والمواطن السني اتيقن ان التهميش الذي يتحدث عنه السياسيون السنه كذب <متحدث> والمواطن الكردي ايضا اتيقن ان الاقصاء الذي يتحدث عنه السياسيون الكرد كذب <متحدث> ولذلك هاي هذا الوتر انتهى هذا العزف انتهى <متحدث> العز... الان المواطن العراقي بدا يدرك انه من غير العوده الى دوله الوطن والمواطن من غير العوده الى المواطنه من غير ان تطغى الهويه الوطنيه الاكبر على الهويات الفرعيه الاصغر لا لا, لا, لا مستقبل للعراق الان المواطن ادرك اذا لم يكن هناك مجلس خدمه يختار الذين يقدمو يقدمون معاملاتهم التعيين دون تمييز بين عمر وعبد الزهره وبدون تمييز بين انتماء هذا هذا لهذه لهذا الحزب او ذاك اذا لم يكن الامر كذلك فلا مستقبل للعراق، هم قرأوا مزاج الشارع العراقي، قرأوا مزاج المواطن العراقي، قرأوا مزاج الناخب العراقي فانساقوا مع هذا المزاج، علهم يستطيعون ان يخدعوا المواطن ثانية بأنهم ذاهبون باتجاه مطلب باتجاه مطلبه وهو دولة ال... الوطن والمواطن، لكنهم في حقيقة الأمر بسبب كساد بضاعتهم الطائفية، بسبب أن هذه البضاعة لم يعد لها لم يعد لها سوق، ذهبوا إلى خطاب اخر علهم يستميلون بها الناخب ولكن اعتقد اعتقد ويفترض ان الناخبين اصبحوا على درجه من الوعي لا يستدرجون لذلك ولا يخدعون به. طيب دكتوره لا تجد ان يعني الحراك الحزبي اليوم والايديولوجيا الانشقاقات في خارطه الاحزاب حاله صحيه يعني خصوصا الاحزاب التقليديه او القوى الكبيره يعني ام ان تعتقد انها ما يحدث اليوم يعني تيار الحكيم المشهداني المساري وغيرهم ربما بعد غد او غد يعني مجرد لعبه صقور تستبدل فقط اشجار الايديولوجيه يعني لكن يعني تنتقل من يعني من شجره ايديولوجيه الى اخرى ربما مشابهه بس ولكن المخلب السياسي يبقى نفسه لا اخي استاذ نصر هو ماكو يعني هاي الاحزاب اصلا ما مبنيه على 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 عامل ايديولوجي يعني ايديولوجيه المجلس الاعلى اللي اللي تسببت في تشظي شنو هي؟ يعني ليس هناك رابط ايديولوجي لكن هناك نفور هناك نفور من الاسلام السياسي، لاحظ السيد عمار الحكيم عندما اسس تيار الحكمه ما سماه تيار الحكمه الاسلامي سماه تيار الحكمه الوطني الوطني لتكون اللافته اوسع <applause> نعم هم ادركوا ان الاسلام السياسي اصبح مرفوض ليش ما سمى ليش ما سماه تيار الحكم الاسلامي وهو معمم وسليل عائله دينيه معروفه هو سليل المرجع المرجع محسن الحكيم نعم وخطابه اسلامي وسلوكه اسلامي ولونه اسلامي ليش ما سماه تيار الحكمة الاسلامي سماه تيار الحكم الوطني وحزب الدعوه يمكن اذا 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 يسمح لهم الواقع السياسي يغيرون اسم الحزب ربما يغيروه اسم اخر بدليل الجعفري من طلع من حزب الدعوه سماه الاصلاح ما سماه الاصلاح الاسلامي الاصلاح حتى يتناغم مع مزاج الشارع الجديد مو خلاف ايديولوجي هناك خلاف مصالح خلاف مكاسب خلاف منافع بين الرؤوس الكبيره داخل الاحزاب ادى الى تشظيها هذا هو السبب دكتور. وليس هناك خلاف ايديولوجي يعني مو هو مو الحزب الشيوعي العراقي نعم. اختلف عايز اختلف عايز الحاج مع مع اللجنه المركزيه هو يروح كفاح مسلح والجماعه يبقون بالداخل العراقي لا مو أه. هذا الخلاف ارجع له تلقي خلاف على العقارات خلاف على الاموال خلاف على المناصب خلاف على الوزارات خلاف على على الكتل الانتخابيه هذا الخلاف أه. طيب دكتور يعني ولكن ايضا يعني هذه الخلافات او هذه الانشقاقات حتى لو قرات مزاج الشارع لكن عمليا اذا راجعنا التجربه السابقه مثلا تيار الاصلاح لم يحصل على شيء تيار الفضيله لم يحصل على شيء هذه الانشقاقات اللي تحدث في داخل الاحزاب حزب الدعوه العراق او حزب الدعوه الرئيسي عندما حدثت هذه الانشقاقات يعني المنشقون بدت اصواتهم قريبه وظلت اصوات الاخرى الحزبيه الرئيسيه هي هي المتصدره للمشهد السياسي في العراق وبالتالي فحتى هذه القراءة لمزاج الشارع تبدو عمليا او يعني غير مجدية هي غير مجدية لكن هو الانشقاق يعني عدم حصول المنشقين على اصوات ليس ليس الخلل بالانشقاق الخلل بالقائمين على هذه الانشقاقات يعني الجعفري عندما لم يحصل الا على على مقعد واحد والخلل الخلل مو باسم الاصلاح المزاج مزاج الشارع مو مع الجعفري جربوه من كان رئيس وزراء الحكومه الاولى وجربوه عندما عندما احتل مواقع معينه الخلل مو بالجعفري نعم. الان الان المزاج مزاج يعني جمهور الحكيم جمهور المجلس الاعلى نعم. لمن سيصوت للحكيم لهمام حمودي نعم ال ال القراءات الاوليه نها. ترجح ان جمهور المجلس الاعلى سيذهب مع الحكيم نها. لانه وريث مرجعيه الحكيم نعم اما الوجوه الموجوده في المجلس الاعلى فالترجيحات فال الموجوده الان انهم سيحصل ربما سيحصلون ربما على 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 مقاعد انتخابيه متواضعه جدا. طيب دكتور حميد يعني امام هذا يعني القانون الانتخابي او هذه فقره الاحتساب يعني الاصوات الجديده، تعتقد ان هذه الكتل المنشقه وهذه الاحزاب التي يعني الان توالدت ستحصل على مقاعد وفق هذه النسبه ام انها ستخسر؟ أنا أعتقد أنها ستخسر وأعتقد أن الخاسر الأكبر في كل ذلك هو التيار المدني الذي بدأ توا هناك ب... تيار مدني بدأ يظهر بدأ يتسع قليلا بسبب هو... وكردة فعل ردة فعل الشارع العراقي على الإسلام السياسي وأخفاقاته وفشله وفساده وت... وتراجع العراق بسببه بدأوا الناس يميلون للتيار المدني بالمناسبة الآن الناس يحنون لحزب البعث مو صدامي لحزب البعث اللي كان بالسبعينات والستينات ويحنون للحزب الشيوعي النسخة النسخة الحقيقية ويحنون لحركة القومية العرب ويحنون لقوة مدنية أخرى لكن هذه القوة غيبت أصلا يعني العراق عندما جاء الأمريكان وأسقطوا النظام عام 2003 الخارطة السياسية بالعراق خالية من الأحزاب الحقيقية صدام ما خلى ما خلى أحزاب مؤثرة بالساحة لو كانت هناك أحزاب مدنية مؤثرة في الساحة العراقية بعد 2003 ما كانت تصعد احزاب القوى الاسلامية بهذا الشكل، لكن احزاب مقابلة لها احزاب مدنية مؤثرة ما موجودة، الحزب الشيوعي اللي خرج بال 79 من العراق عاد با عاد ب 2003 مو الحزب الشيوعي نفسه اطلاقا نعم, نعم صحيح وكذلك حتى حزب الدعوة اللي, اللي 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 كان اللي كان يعمل تحت الارض اللي كان يعمل تحت الارض في الستينات والسبعينات والثمانينات عندما عاد بعد 2003 مو حزب الدعوة منقطع عن جمهوره منقطع عن الشارع منقطع عن مؤيديه منقطع عن ايديولوجيته حتى دكتور حميد ولكن هاي الاحزاب المدنيه لو كانت موجوده بثقلها نعم بتاثيرها بامتداد نعم دكتور حميد يعني نعم التيار المدني تتحدث عن لا يعني هم بس ثلاثه وهم صعدوا يعني خلف الله على هاي القاسم الانتخابي كان واحد 1.6 يمكن في وقتها الانتخابات السابقه لا يعني التيار المدني ما عنده حضور الان حتى مزاج الشارع يذهب مع هذا التيار ما عنده حزب لا انا لا اتحدث عن رموز ربما ربما هذه الرموز هي سبب في انحسار التيار المدني لكن لكن هناك هناك قراءات واحصاءات تشير الى نفور كبير من الاسلام السياسي هل تعلم ان هناك دراسات صدرت تتحدث عن نسبه الالحاد في العراق لا اريد ان اتحدث عن هذا الموضوع لحساسيته هذا يؤشر لك سبب سبب وجود نسبه كبيره من الشباب الملحد بين قوسين سببها هو رده فعل على الاسلام الفاسد، الاسلام السياسي الفاسد، الاسلام السياسي الفاسد خلق, خلق رده فعل لدى قاعده عريضه من الشباب ان يبتعدوا عن الاسلام، خلق حاله نفور من الاسلام، فهذه هناك قاعده عريضه من الشباب من الجمهور الذي يؤمن بالفكره المدنيه، لكن يحتاج الى تعبئه، يحتاج الى تحشيد، يحتاج الى رموز حقيقيه تعبر عنه، وانا اعتقد بالتقادم بمرور الزمن هذا هذا التيار يتسع وهذا التيار سينتج رموز قادره على ان تسير به نحو نجاحات قادمه مؤكد يعني هذا من المؤكد. نعم الاستاذ حميد عبد الله يعني نحن نامل معك ان, أن تنتج الانتخابات المقبله ما ربما يزيح هذا الكم التشاؤم الموجود في تحليل حضرتك للواقع العراقي مشاهدينا لنذهب إلى فاصل قصير نناقش بعده الصدر في الرياض طي صفحة الخلاف الطائفي أم نزع نفوذ طهران إنه فاصل إخباري أهلا بكم من جديد زيارة زعيمة صدر مقتدى صدر الرسمية للسعودية أثارت ردود فعل متباينة نواب ومحلل أكدوا أهمية هذه الخطوة في تكريس الانفتاح على المحيط العربي رأى آخرون ضرورة مرورها عبر القنوات الرسمية فيما أشارت أصوات إلى أن هذه التطورات تفرضها طبيعة التحولات في المنطقة وأن الرياض على معرفة بقدرة الصدر على التأثير في الشارع العراقي زياره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اثارت الكثير من اللغط والانقسام حيالها واصبحت ماده للنقاش نواب اشاروا الى اهميه الخطوه والانفتاح على المحيط العربي لكنهم اشترطوا توفر حسن النوايا من قبل الرياض تجاه بغداد وعلى المملكه ان تسلك الطرق الرسميه في تمتين العلاقات ما بين البلدين وان لا تستخدم الشخوص والاحزاب في ذلك نحن لسنا ضد انه ان تكون هناك علاقات حسن الجوار لكن أن تكون علاقات حقيقية وعلاقات صحيحة وفتح صفحة جديدة بعيدة عن دعم الأرهاب وتمويل الأرهاب وما أنتجته السعودية من دعم لهذه العصابات تسببت إزهاق الكثير من أرواح العراقيين عودة العلاقات مع السعودية نراه شيء ضروري ومهم جدا لأمن واستقرار المنطقة سيما وأننا لازلنا نحارب الإرهاب ولكن ينبغي ان يكون اعاده العلاقات وتطبيع العلاقات مع السعوديه عن عبر القنوات الحكوميه مراقبون للشان السياسي يرون ان ما يحصل تفرضه المرحله التي تمر بها المنطقه والتحولات التي تشهدها وهذه الزياره تسهم في ترطيب العلاقات الرسميه ما بين البلدين والصدر يحاول الوقوف في منطقه الوسط للناي بنفسه عن المحاور التي تسعى لها بعض الدول بحسبهم لا اعتقد ان السيد مقتدى الصدر قد انحاز الى المحور الامريكي السعودي، هو يحاول بشكل واضح ان يقف في المنتصف ومن مصلحه العراق والقوى السياسيه العراقيه الان بالذات ان تقف في المنتصف وان تدفع الدوله لكي تقف في المنتصف. توازن النفوذ في الداخل العراقي هي ثيمه الزياره كما وصفها مختصون، فالرياض تعلم بمقدار تاثير الصدر لذلك وجهت له الدعوه وقد لا يكون السياسي الاخير ممن يسعى للانفتاح على المحيط العربي عدم التوازن في العلاقات الدولية أو في مناطق النفوذ أو من من سيطرة في العراق على أو نافذ في العراق أحدث خللا كبيرا في المنطقة على مستوى المنطقة وعلى مستوى العراق من هنا ممكن أنه توازن القوى دخول والانفتاح على الدول العربية مهم جدا لتحقيق الاستقرار للعراق اتصال والعلاقات من ضمن الطائفة اليوم لا أكو محاولة احتواء وانفتاح على الطائفة الأخرى أعتقد أنه السيد مقتدى الصدر بما يمثله من عائلة بما يثله من قاعدة جماهيرية أعتقد أنه ممكن أن يقوم بدور إيجابي في هذا الاتجاه. دكتور حميد صدر في السعودية وبعده الحكيم وعلاوي قريباً هل هذه دعوة وزيرات هي تصحيح مسار تتبناه الرياض مع بغداد أم هي أيضاً يعني لعبة تبادل نفوذ بينها وبين طهران بمعنى أن الرياض أدركت ربما أن النفوذ الإيراني في العراق لا يمكن إزالته ولكن يجب احتوائه. لا، الرياض أدركت مه. أن النفوذ الإيراني في العراق يجب كسره. مه. النفوذ الإيراني في العراق منذ 2003 لم يكسره أحد. مه. إيران حرصت أن يكون نفو... أن يكون أن تحتكر أن تحتكر أن تحتكر الإيقاع، أن تحتكر التحكم بإيقاع الحراك السياسي في العراق مه. من خلال علاقاتها بالقوى السياسية الشيعية في العراق مه. قادة القوى الشيعية في العراق يصنفون أما أصدقاء لإيران مه. أو حلفاء لإيران أو أتباع لإيران مه. وعندما أقول أتباع هذا لا يغضب أحد مه. لأن بعض قادة القوى الشيعية يقلدون السيد الخامنئي والذي نعم. والذي يقلد مجتهد تقليد ديني نعم بالضروره هو يقلده سياسيا طبعا يعني 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 ايراني يقلد السيستاني ليس هناك مشكله لان يعني السيستاني رجل رجل دين لكن تقليد الخامنئي وهو وهو يحمل منصبين منصب ديني ومنصب سياسي باعتباره ولي فقيه فهناك سياسيون يقلدون يقلدون الخامنئي وبالتالي فهم اتباع لايران نعم عائله ال صدر تاريخيا هي لم تكن تابعه لايران عائله ال صدر تريد ان تنقل الاسلام السياسي من من مساحه التعجيم الى مساحه التعريب أه. لذلك وسائل الاعلام السعوديه استخدمت توصيف فتى قريش وهذا التوصيف هو هو عنوان لكراس اصدره الاستاذ حسن العلوي اسمه فتى قريش وارض وارض الرزايا كتاب صدر عام 2014 وسائل الاعلام السعوديه اطلقت على مقتدى صدر فتى قريش للدلاله على ان الرجل من اصل عربي من سلاله عربيه يكرس يكرس منهجا عربيا دائما الصراعات الفكرية والصراعات الأيديولوجية والصراعات القائمة على أسس طائفية كل طرف فيها يبحث عن ضد نوعي للطرف الآخر إيران تبحث عن ضد نوعي تحارب به القوى السنية وقد وجدت هناك من يطلق عليهم سنة, السنة الشيعة أو سنة الشيعة وسنة المالكي أو سنة إيران هم في الحقيقة ضد نوعي أوجدتهم إيران لمحاربة السنة. نعم. بالمقابل مه. السنة القوى السنية أرادت أن تبحث عن عن ضد نوعي لمحاربة إيران. مه. لكن الصدر لا يصلح أن يكون ضد نوعي لأنه ليس شخص. مه. الصدر منهج، مه. الصدر شارع، الصدر تيار. مه. السعودية السعودية فتشت عن مساحة الخلاف بين الصدر وإيران مه. فاستثمرت هذه المساحة من خلال استمالة الصدر وتستطيع تستطيع من خلال من خلال استمالة الصدر أن تغير مزاج الشارع الشيعي مه. يعني اليوم قبل لا أجيك سمعت فيديو لأتباع فيديو الصدر يهتف مه. فيديو العجم يرحون لتراب السعودية تصور أنت وين, وين الأمور وصلت بالعراق نعم. تعرف أتباع الصدر يتبعون الصدر بنعم من غير أن يسألوا لماذا مه. يعني مثل الفتاوى يعني المراجع الشيعة من يصدرون فتوى يقولون يجوز أو لا يجوز وليس من حق المكلف مه. ان يسال لماذا، مه. فاتباع الصدر ما لا يسالون لماذا وكيف؟ مه. لان ارتباطهم روحي بالصدر، نعم. ما ان الصدر السعوديه حتى خرجوا فدوى العجم يرحون لتراب السعوديه. تصور نعم. الانقلاب بالمزاج ايش راح يسوي؟ طيب فهذا هذا اللي اللي حققته السعوديه من زياره الصدر، والصدر بالمقابل نعم بعث رساله لايران بانها ليست اللاعب الوحيد. نه. وهذا الذي دفع ايران وسائل الاعلام الإيراني ان تشتم او او تهجو الصدر بطريقه لاذعه. نعم دكتور حميد هناك ب... توازنات نعم دكتور, دكتور حميد هناك البحث عن الضد النوعي نعم يعني دكتور حميد معهد دراسات الشرق الاوسط في واشنطن اشار الى ان زياره السيد نعم. مقتدى الصدر للمملكه العربيه السعوديه تعتبر اكثر اهميه من زياره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للرياض. يعني هل ترى كذلك اذا ما اخذنا طبعا بنظر الاعتبار ان يعني بعد عوده الصدر ما ذكره مساعد الصدر صلاح العبيدي من ان ايران تبحث عن مصالحها في العراق ولن نعطي فرصه لاي طرف لان يحقق مصالحه على حساب المصالح العراقيه بدا هذا التصريح وكانه يعني انعكاس يعني ربما عملي لطبيعه الزياره او لتداعيات هذه الزياره على المستوى الداخلي في العراق على اقل تقدير. شوف الحكومة العراقية محتاجة السعودية بس الصدر ما محتاجها ولذلك لا يعني السعوديون كثيرا لا يعني السعوديين كثيرا اذا ما وقع العبادي معهم اتفاقيات للنفط او اتفاقيات للاعمار او اتفاقيات اقتصادية لا يعني السعوديين هذا الامر الذي يعنيهم ان 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 يحدثوا ان يحدثوا كسر في النفوذ الايراني من خلال رقم صعب في الشارع العراقي ومقتدى الصدر السيد مقتدى الصدر رقم صعب في الشارع العراقي، <applause> يعني العبادي ليس رقما صعبا بالشارع من حيث التاثير السياسي، <applause> صحيح يتراس الحكومه لكن استقطاب الصدر، استماله الصدر، التحالف مع الصدر يحدث يحدث شرخ في جدار الاسلام السياسي الشيعي من خلال كسر النفوذ الايراني، لذلك هو فعلا تعتبر زيارته وتحالفه مع السعوديه اذا ما تحالف معها هو اهم من زيارة علاوي واهم من زيارة الحكيم واهم من زيارة حيدر العبادي نفسه طيب دكتور حميد تعتقد ان ايران يعني ستفوت هذا الامر للسعوديه وستسمح لها بان يعني تشتغل بهذه الطريقه او تكسر نفوذها او ستتخلى عن هذه النفوذ ببساطه ام ان لديها اوراق اخرى ستواجه ستواجه السعوديه فيها وربما من يريد ان يتحالف مع السعوديه في العراق لا يعني ايران ايضا يعني ليست قدراتها غير محدوده ايران عندها اوراق تلعب بها عندها قوه سياسيه تابعه لها ومتحالفه معها تلعب بها يعني احنا خلينا نتذكر خلينا نتذكر الخلاف بين المالكي والصدر الم ايران كانت بك بكل مع المالكي بكل قوه والصدر وقف مع المالكي بكل قوه لم تستطع ايران ان تمنع الصدر من الوقوف بوجه المالكي او من افشال المالكي ولم تم ولم تستطع ان تمنح ان تمنع الصدر من دخول المنطقه الخضراء ولم تستطع ان تمنع اتباع الصدر من الهتاف داخل المنطقه الخضراء ضد سليماني مه. اتباع الصدر ومعهم دكتور حميد من لكن المدني دخلوا الى المنطقه دكتور الخضراء نعم دكتور حميد سليماني لكن لكنها, لكنها عمليا عمليا استطاعت ان تبقي المالكي في المشهد السياسي ويعني اخرجت كل الذين في وقت في وقتها دعوا الى ازاحته او يعني وعرفت كيف تفوت من زاوية السيد جلال طالباني لتنهي يعني قضية سحب الثقة منه أي أيوة ولكنها أخفقت في إعادته بالولاية الثالثة أخفقت في إبقائه وكان التيار الصدي والمرجعية والشارع العراقي الدور الكبير يعني ألم تكن إيران قد ألقت بكل ثقها حتى يأتي المالك في ولاية ثالثة معروف وفشلت في ذلك وكانت للنجف للنجف كانت الكلمة العليا في ازاحة المالكي، وهذا هو القربي المالكي نفسه. يقول المرجع هو نعم. الذي حرمني من الولاية الثالثة. ليس كل ما تريده ايران تفعله بالعراق. نعم، ايران مؤثرة ولديها قوة مؤثرة وهي لاعب مهم وربما هي لاعب أهم من الولايات المتحدة في العراق ولكنها لا تمتلك عصا سحرية لتفعل كل شيء. طيب دكتور حميد، ألا تعتقد أن كان على السعودية أن تذهب باتجاه من هو ربما اكثر رسوخا في الشارع العراقي من الصدر اقصد مرجعيه السيد السستاني خصوصا وان هذه المرجعيه كما تقول يعني تحاول يعني ليست لا تؤمن بولايه الفقيه، ثانيا انها يعني في اغلب يعني خطاباتها اليوم تطالب بدوله مدنيه بفصل الدين عن السياسه الى حد ما تشتغل بطريقه حكيمه جدا وبالتالي فان الاجدى للاطراف العربيه على اقل تقدير. أن تلعب على هذا الوتر أو أن تذهب باتجاه النجف لا الصدر تحديدا. لا هو السعودية لا لا, لا تعمل باتجاه تحالفات المراجع. م -م. السعودية تعمل يعني تلعب لعب سياسي وال 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 والسيستاني ينأى بنفسه أن يكون طرف سياسي في اللعبة السياسية. سيستاني السيستاني عنوان كبير <applause> لشيعة العالم <applause> عنوان كبير كمرجع كمرجع ديني يمتثل له الشيعة في كل مكان لذلك لا يمكن لا يمكن أن يكون طرف في هذه اللعبة السعودية تدرك ذلك لكن لكن المهم المهم في زيارة الصدر أن أن الجبير صرح تصريح ربما يغير مزاج الشارع العراقي في الرؤية للسعودية قال علينا أن نميز بين المذهب الشيعي وبين مذهب الخميني مهم. وكانه بهذه العباره مهم. يكرس نظريه علي شريعة الذي يميز فيها بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي نعم واضح جدا نعم. التصريح يعني نعم. نحن نحن مع المنهج الع... نحن نحن مع المنهج العربي في التشيع وليس مع المنهج الايراني نعم هذا هو فحوى ما تريده السعودي نعم ربما فقط تصليح ايضا لهذه ربما ليس جبيره من قال ربما السبهان ذكرها في تغريده له على تويتر وطبعا بالمناسبه حذف هذه التغريده ربما لضغوط سياسيه السبهان لا, لا السبهان ايه نعم لا نريد ان نناقشها طبعا استاذ حميد عبد الله وانتم اعزائنا المشاهدين بعد فاصل اخير حين تصبح مواقع التواصل خنجرا للاشاعه وسيفا للرقابه ابقوا معنا

اعتبرت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار أن قضية تعرض موقوفين اثنين في مكافحة إجرام الخالدية وهيت على خلفية تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي والذين لقيا حتفهما بسبب التعذيب سابقة خطيرة ومخالفة للأعراف الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان من جانب آخر ونتيجة لتزايد حالات نشر أخبار مفبركة عن جرائم قتل وخطف في الفيسبوك حذرت قيادة عمليات بغداد حذرت من إشاعة من تعمل على ترويجها جيوش الكترونيه بهدف زعزعه الامن الداخلي وبث الخوف بين الناس على خلفيه تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات لمسؤولين امنيين في الرمادي جرى اعتقال مواطنين هما جاسم فرحان النمراوي ومحمد الجنابي وتمت إحالتهما إلى مكافحة الإجرام في الخالدية وهيت المواطنان لقيا حتفهما بعد أن تعرضا للتعذيب بحسب ما أكد أهلهما للحرة مؤكدين عدم وجود أي مؤشرات أمنية ضدهم وكاشفين عن انتسابهم إلى قوات الأمن في الأنبار سنه وثلاث اشهر الله وكيلكم محمد كفيلكم عايف جهاله ويداوم ويا الحشد ما خلى معركه وما خاضها هاي البذياب هاي زنقوره هاي طرابشه هاي جزيره الخالديه هاي كلهن ذني خاضن وابني كل شيء ما عنده كل شيء ما عنده اخذوه منا قاتلينه معذبينه من هنا اي شيء ما عنده هالرجال كل شيء وعنده خمس اطفال وين وين نروح بيهم هذولا وين نروح بهم من يعيشهم؟ اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار اعتبرت ما جرى سابقة خطيرة ومخالفة للأعراف الديمقراطية وحقوق الإنسان مؤكدة الاتصال بوزير الداخلية الذي استجاب مباشرة وأحال الضباط والمنتسبين الذين تسببوا بمقتل الشخصين إلى التحقيق لكشف ملابسات الأحداث سنعرض النتائج على العلن وساعرضها أنا شخصيا على العلن إن شاء الله اليوم معالي الوزير كنا معا وتحدثنا في هذا الموضوع هذه الحالات الشاذه الشخصيه المرفوضه جدا من قبل الوزاره ومن منهجيه الوزاره واستراتيجيه الوزاره ليس واجب الضباط في الشرطه او المنتسبين في الشرطه التعذيب لحد القتل او المساس باي مواطن خلال اجراءات التحقيق، هذا مرفوض وليس لهم الحق في اصدار الحكم. هم عليهم ان يكملوا الاجراءات القانونيه وعليهم ايضا في المقدمه احترام حقوق الانسان. بظرف اسبوع واحد اصدرت قياده عمليات بغداد بيانين ينفيان وقوع بعض عمليات الاغتيال او التصفيه الجسديه لشخصيات رياضيه او صحفيه محذره من تصديق هذه الاشاعات التي تروجها جيوش الكترونيه بحسبها. غايتها زعزعه الامن الداخلي وبث الرعب في المجتمع خصوصا بعد الانتصارات التي حققتها القوات الامنيه على تنظيم داعش. نحن رصدنا كل هذا وهناك حقيقه يبدو بعض المواقع قد فوضت تفويضا غبيا من حيث تعلم او لا تعلم بانها اصبحت طابورا لمن لا يريد للعراق الاستقرار او الهدوء خاصه بعد الانتصارات الكبيرة في الموصل من جهتهم بيّن مواطنون أن سبب هذه الإشاعات قد يكون سياسيا أيضا تحطيم البلد ومعنويات الناس هذا كل اللي يدور هسه الوضع تعرف ترى الوضع هسه السياسي شلون صايره ناس اذا على ناس نفس الموضوع نفس شو اسمه الناس تتناقلها بيناتها خبر خبر سمع بدائره سمع بشي سمع من واحد نشره وذاك نشره وذاك نشره بس هي متج تجي بارض الواقع لا هذا ميت ولا هذا منهزم ولا هذا دكتور حميد قبل ان نتحدث عن الفيسبوك العراقي هل هل تتخوف من ان القانون والسلطه ستتهاويان في المناطق المحرره يعني حين تشاهد او تسمع ما حصل في الانبار لا تخرج بنتيجه من ان بعض من يمثل القانون يتعالى عليه ويستخدمه ببساطه لاغراض شخصيه وان هذا الامر ربما مفهوم اساسي اطاح بالقانون في العراق بشكل عام لتحل محله سلطات اخرى يعني على مثل ما يقولون ما انزل الله بها من سلطان شوف في ظل دوله ضعيفه، دوله مفككه، دوله فاقده السيطره على اطرافها لابد ان تكون هناك انتهاكات وانتهاكات لا حدود لها وهذه هذه الانتهاكات التي تتكرر بشكل مستمر تخلق تخلق معها اشاعات احيانا وهذه الاشاعات تنتعش في المجتمعات المرتبكه في المجتمعات التي تعاني من تصدعات امنيه وثقافيه واقتصاديه وسياسيه وما من مجتمع تعرض الى مثل هذه التصدعات مثل العراق لذلك العراقيون في الان احيانا يصدقون الكذب مهما كان زيفه ويكذبون الصدق مهما كان مهما كان صدقيته اعطيك مثل قبل فتره في كربلاء يعني انتشر الحديث عن عن فتى نعم. اعتقل ومات تحت التعذيب صح حتى هذه اللحظه مه. لم تقطع الحكومه العراقيه الشك باليقين ما اذا كان هذا الفتى قد مات تحت التعذيب فعلا او مات بنوبه قلبيه مه. رئيس الوزراء ذهب الى كربلاء وقال لن اسمح باتهام الاجهزه الامنيه مه. وزاره الداخليه قالت فتحنا تحقيق الان تسالني انا متابع واعلامي تسالني ما هي الحقيقه؟ مه. ما اعرف هل 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 هذا الفتى قتل يعني مات قتلا او مات ميته طبيعيه؟ فاذا كانت ال يعني الثقه معدومه ومفقوده بين الدوله بين الحكومه وبين الجمهور فان الاشاعات يمكن ان تستمر. ناهيك عن ان عن ان رجال الامن احيانا تكون ايديهم ايديهم مطلقه، تطلق ايديهم في, في ان يفعلوا ما يشاؤون ويمكن ان ان تتم حمايتهم يعني هذا هذا الضابط في كربلاء الذي تسبب في مقتل هذا الطفل أين هو الآن؟ قيل أنه احتجز ولكن أحيل لمحكمة؟ لا ما شفنا وعشرات مثله مئات مئات الحالات هذا لذلك فإن المواطن العراقي بدأ يفقد ثقته بالحكومة بكل أسف بكل أسف بدأ يفقد ثقته بالحكومة لذلك أي إشاعة الآن الان الحكومه تفكر باصدار قوانين تردع الاشاعات، الاشاعات لا تردع بالقوانين الرادعه. نها. الاشاعات تردع ببناء جدار اجتماعي بامكانه ان ان يمنع هذه الاشاعات، نها. يعني هتلر من سوى وزاره وزاره كامله للدعايه، وزاره البروباغندا او الدعايه، نها. خلى جوبلز عليها نها. اللي هو مؤسس علم الدعايه، مو اعتباطا لانه نها. كان يعيش حرب وحاله الحرب تقتضي من الدولة أن تبني جدار مانع جدار يحصن المجتمع من الدعاية إحنا يعني دكتور حميد مجتمعنا مفتوح دكتور حميد ربما الدعاية هي الدعاية هي خبر <applause> دكتور عمي. يعني ربما نحن لا نريد ان ننتج يعني يعني وزاره دعايه جوبلزيه لانهم يعني على الأقل تقدير يعني نتحدث عن تجربه ديمقراطيه ليست لها علاقه بالديمقراطيه يعني او بالتجربه الدكتاتوريه في المانيا ولكن الا تعتقد ان على الوزارات او على الحكومه على اقل تقدير ان تواجه هذه الاشاعه باظهار الحقائق؟ يعني هو هذا ربما انا يعني سؤال سالناه لاكثر حتى يعني في نشره اخبار الحرة العراق سالناه للمختصين او لوزاره الداخليه تحديدا واجاب الرجل يعني مستشار اعلامي وزير الداخليه بانهم سيعلنون مثلا نتائج هذا التحقيق وقال ساعلنها بنفسي ونحن سننتظر طبعا لكن بالمقابل هناك من يرى ان الفيسبوك العراقي بات يعكس بجلاء فوضويه يعني المشهد فوضوية مواطنين خربتهم السياسة الأيديولوجيا عبثت بهم المفاهيم المتطرفة دينيا وفكريا ماذا على الحكومة أن تفعل لإيقاف هذا هذه الفوضى؟ الـ الـ الإشاعة لا توقف بالـ بالـ بالقوانين ولا توقف بالبيانات توقف بالإجراءات الحكومة تتخذ إجراء يثبت للناس أن هذا الإجراء صحيح وبالتالي فلا مكان للإشاعة يعني عندما عندما تحدث حادثة معينة وتتخذ الحكومة الإجراء المناسب وتعلن للناس التفاصيل مه. عندما تفتح تحقيق في في قضية معينة وتعلن للملأ نتائج هذا التحقيق مه. ما كنت داعي صدر بيان بعد مه. شوف بالتسعينات نعم. طلعت دعاية أنه صدام حسين مصاب مصاب بسرطان الغدد اللمفاوية أه. النظام في وقتها ما صدر بيان قال صدام ما بي غدد لنفاوية. صدام مه. صدام عبر نهر دجلة مه. عبر نهر دجلة يضحك مه. برسالة يوحي بها أنه ما ما سرطان ورا فترة باجتماع قالها ساخرا أنه الناس قالوا بي سرطان وانتهت القصة مم. عندما عندما تكون هناك فجوة بين الحكومة وبين الناس عندما تكون عدم ثقة بالحكومة من قبل الجمهور فيصبح هذا الجمهور منتج للإشاعة ويصبح المجتمع مجتمع تنتعش في هذه الإشاعة وهذا هو الذي يحدث في العراق نعم ضيفي الكريم الكاتب والأكاديمية الدكتور حميد عبد الله شكرا جزيلا لحضورك معنا في هذه الحلقه من برنامج سبعه ايام نودعك على امل ان نلتقيك في حلقات اخرى لمناقشه ملفات عراقيه متنوعه مختلفه. وانتم مشاهدينا شكرا جزيلا لطيب المتابعه راسلنا على بريدنا الالكتروني الظاهر على الشاشه وكذلك عبر صفحات البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وإلى أن ألقاكم في الأسبوع المقبل مني ومن أسرة برنامج سبعة أيام أجمل تحية